قررت تفاجئ الجمهور وتظهر في عيد الفطر وشاركت جمهورها بلبس مثير. مش هتصدق اللي عملته جورجينا صديقة الدون في أحد الظهور ليها في العيد. فيا ترى الحكاية؟ جدل كبير تسببت فيه صديقة رونالدو جورجينا بعد ما ظهرت في الساعات اللي فاتت بإطلالة مثيرة كنوع من الاحتفال منها بعيد الفطر. لكن المفاجأة كانت في اللي لبسته جورجينا واللي وصفوا المتابعين بأنه إطلالة جريئة وانتقدوها بسبب اللي عملته. جورجينا ظهرت في طائرة الدون وكان معها ابنها في الصورة، لكن الإطلالة اللي اعتمدتها صدمت المتابعين بسبب جرأتها. جورجينا نشرت الصورة بالتزامن مع احتفالات عيد الفطر المبارك واللي بالنسبة لها بقى مرتبط برياض بعد انتقال كريستيانو رونالدو للنصر السعودي في صفقة تاريخية لحد دلوقتي بتسيطر على ميركاتو الصفقات في العالم، سواء بسبب مقابل انتقال الدون للمملكة وكمان لأن رونالدو واحد من أفضل لاعبي العالم خلال العشر سنين اللي فاتوا. لكن دي مش المرة الأولى اللي بتثير فيها صديقة الدون الجدل بسبب إطلالتها. قبل كده أكتر من مرة نشرت جورجينا صور مثيرة ليها على حسابها الرسمي واللي سببت أزمات كتيرة للدون، خصوصاً إن عدد كبير من المتابعين قالوا إن الإطلالات اللي بتعتمدها جورجينا ما تليقش بمكان تواجدها ولازم تحترم عادات وتقاليد المجتمع العربي، وإن اللي بتعمله ده ممكن يضر صديقها رونالدو ويعرضه لأزمات كتير في الملعب سواء مع الجماهير أو حتى على السوشيال ميديا. لكن البعض قال إن اللي عملته جورجينا مش غلط وعادي إنها تظهر بالشكل ده لأن دي طبيعتها والكل عارف ده من اليوم الأول اللي جت فيه مع رونالدو في الرياض، ومش لازم نحكم عليها بأي حاجة أو إنها تلبس ملابس معينة لأنها حرة في الشكل اللي تظهر بيه. جورجينا من وقت انتقال رونالدو لنادي النصر وهي بتخطف الأنظار، ومؤخراً بقت نجمة للإعلانات العربية، ده غير إنها بتمثل لغز كبير في حياة رونالدو بسبب العلاقة المستمرة بينهم من غير جواز والمطالبات لرونالدو بأنه يتجوزها، خصوصاً إنها وقفت معاه كتير في مسيرته والحب اللي بينهم على مدار السنين اللي فاتت. وبمناسبة الكلام عن ملابس جورجينا، في الفترة اللي فاتت ظهرت عدد كبير من الصور لصديقة الدون وهي معاه ولابسين ملابس مختلفة، رونالدو بالجلابية البيضاء وجورجينا بالعباية السوداء والحجاب، وده اللي سبب حالة كبيرة من الجدل. وبحسب المنشورات عن الصور دي فقالت إنه جورجينا اتحجبت ورونالدو دخل الإسلام، والصور عملت حالة كبيرة من الضجة على السوشيال ميديا الفترة اللي فاتت. لكن الكلام ده ما كانش حقيقي، والصور كانت مفبركة واستخدمها رواد التواصل كنوع من الترند والترويج ليهم، لكن ما كانتش حقيقية. جورجينا في البداية ما كانتش لسه واخدة على الحياة في المملكة العربية السعودية، لكن في الفترة الأخيرة بدأت تتأقلم وشايفة إن انتقال الدون للنصر كان فرصة كبيرة ليهم إنهم يجوا السعودية ويعيشوا فيها الفترة دي، لدرجة كمان إن جورجينا ظهرت في أكتر من فيديو وهي بتعلم ولادها إزاي يتكلموا عربي.